ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الناس اللي جويند اللي منضمة لينا دلوقتي لايف ممكن يكتبوا في الكومنتس لو الصوت باين واضح لو سمحت. Yes, all is good. الصوت واضح والصورة تمام. حسين بيقول great. محمد عطوة تمام واضح، اتفضل. ممتاز. اوكي، نديها دقيقة كمان بس بقيت الناس تنضم وهنبدأ على طول. يعني أنا متخيل طبعا إيه الساعة 7 مساء، 7 دقايق يعني، فطبعا حظر التجوال عامل شغله. ها، ممتاز. طيب، بداية أنا حابب إن أنا أبدأ بإني أشكر فريق العمل بتاع رايز أب على المجهود الجبار اللي عاملينه والفكرة الممتازة، ان هم حقيقي عندهم مهمة يعني وشغالين عليها بقدر كبير من الجدية، والمهمة هي ان هم ازاي يوصلوا لاكبر عدد ممكن من رواد الاعمال معلومات مفيدة ليهم تساعدهم في الرحلة بتاعتهم، ونحاول ان احنا كمجتمع رواد اعمال كله مع بعض ان احنا نشارك بعض في الدروس المستفادة اللي كل واحد فينا بيتعلمها يوميا وهو شغال في المجال بتاعه. فأنا سعيد جدا بالمجهود بتاعهم وأحب أشكرهم بالنيابة عن كل الناس اللي لايف هنا وكل الناس بتحضر الإيفنت بتاعتهم، كل الناس بتتفرج على الفيديوهات بتاعتهم. بصراحة يعني ناس مفيدة جدا في المجتمع بتاعنا وبيضيفوا على طول يعني. طبعا برضو حابب إن أنا يعني أشكر الناس اللي سبقتني في الانيشيتيف دوت. انا يعني نجاتي وعثمان وخضر، ان يعني شرف ليا ان انا ابقى محطوط معاهم في الليسته. طبعا دول رواد اعمال فوق عاديين يعني، وعملوا اتشيفمنتس وحاليا بيعملوا اتشيفمنتس كبيره جدا في مصر والمنطقه، وعندهم كم مرعب طبعا من الخبره وال الدروس المستفادة اللي كلنا لازم نتعلم منها طول الوقت يعني. فطبعا بالنسبة لي ان انا ابقى جزء من سيريز او سلسلة هم فيها، ده حاجة شرف كبير ليا يعني، ومتشكر جدا على الدعوة. خلوني ابدا بالاول اعرف نفسي. انا اسمي شريف مخلوف، انا مهندس مدني اصلا، بس ما اشتغلتش في هندسة مدنية كتير يعني. من ساعة ما اتخرجت وانا مهتم اكتر بمجال رياده الاعمال، زي انا متاكد ناس كتير من اللي بتحضرنا دلوقتي. كان ليا فتره ان انا او الحظ ان انا خرجت من مصر على منحه بتاعت اوراسكوم ادرس اداره اعمال في جامعه اسمها كورنيل يونيفرسيتي، جامعه امريكيه مشهوره من التوب يونيفرسيتي في العالم يعني. ومنها انتقلت لبوسطن ونيويورك، كنت شغال في مجال الاستشارات الاداريه، كنت حاسس ان انا محتاج خبره شويه ان انا اخش جوه مطابخ شركات كبيره وصغيره، اشوف ازاي بيشتغلوا، اشوف ازاي بينظموا مواردهم، اشوف ازاي بيسوقوا منتجاتهم وهكذا، واكتسب منها شويه خبره. فكان حظي حلو ان التوقيت دوت كان جزء الاونلاين والديجيتال بيزنسز كان بينمو بشكل كبير جدا، وكان في استثمار هائل بعد المرحله ايرا كده كان اسمها الدوت كوم بابل او بيرست يعني. بعديها كان ساعتها في تمو كبير جدا في مجال الديجيتال بيزنسز، وانا كنت محظوظ ان انا كنت في بوسطن ونيويورك وشويه في سان فرانسيسكو وقت العاصفه يعني، فاخدت طبعا كم مرعب من
الاكسبوجر في الحته ديت، وده ساعدني في اني اخش في المجال بقوه. رجعت مصر وكنت برضو محظوظ اني كنت جزء من التيم المؤسس لجوميا في مصر في الاول، فاخدت برضو خبره كويسه جدا في حته ان احنا ازاي يبقى معاك فاندنج كبير وبتحاول ان انت تقريبا يعني تعمل تعليم في المجتمع كله على فكره الاي كوميرس، ازاي تشتري اونلاين، تبني تيم بسرعه جدا، ويبقى عندك اهداف يعني سيريس واهداف ممكن تكون تعتبر يعني طموحات جامده جدا وفعلا توصل لها وتحققها. فده كان مفيد جدا ليا. حاليا انا استاذ زائر في الجامعه الامريكيه، بدرس ديجيتال استراتيجي، استراتيجيات الرقميه للطلبه في الجامعه. هوبفلي جزء كبير منهم يكون برضو بيتفرج دلوقتي وعنده الطموح ان هو يبقى رائد اعمال وعايز يفتح ويبني ويكبر his own startup and business. احنا النهارده بصدد topic تحت نفس السلسله والسيريز اللي هي entrepreneurship 101، اوكي، اللي هي رياده الاعمال اول خطوه فيها. يعني الهدف عامه من السلسله ديت هي ان احنا كرواد اعمال مختلفين نحاول ان احنا نشارك بعض في الدروس المستفاده والاخطاء اللي احنا عملناها والمكاسب اللي احنا عملناها في الفتره اللي فاتت، وبحيث ان اللي جاي ورانا في الطابور يعمل الاخطاء هو لوحده بقى ويحقق مكاسبه هو لوحده بناء على اللي احنا قدرنا نشارك فيه مع بعضينا وقدرنا ان احنا ننشره ما بيننا وما بين بعض. التوبيك اللي انا بتكلم عليها النهارده او الموضوع اللي احنا بصدده هو موضوع البيزنس موديلنج او نموذج العمل. حلو. طبعا يعني الفكره نفسها بتاعت نموذج العمل نسبيا جديده، هي اخذت ضوء اعلامي كبير وناس كتير قوي بتتكلم عليها وانتشرت في الفتره الاخرانيه جامد، بس هي جديده نسبيا في مجال اداره الاعمال وفي مجال الستارت ابس ان جنرال. يعني انا عايز ابدا بان انا يعني اشرح لكم ايه هو نموذج العمل دوت عن طريق مثال انا في رايي بيوضحه كويس جدا. المثال دوت هو نسبريسو. انا من محبي القهوه جامد جدا ومتاكد ان عدد كبير منكم بيحب القهوه قوي، ف عايزكم تتخيلوا معايا كده شركه زي شركه نسبريسو. نسبريسو يمتلكها نسكافيه، اوكي. سو نسكافيه النهارده دي شركه غذائيه بحته بتعمل مواد غذائيه مختلفه. سو ايماجين اللي هي نسلا، يعني اوبفيسلي شركه نسلا هي اللي تمتلك نسكافيه ونسبريسو. في تخيلوا معايا كده اهوت شركه نسلا النهارده النسكافيه بتاعها مشهور اكتر لميبي يعني ايه جموع الشعب العريض كلهم بيقدروا ان هم يفتحوا الساشيه بتاع النسكافيه دوت او يشتروا البرطمان ويعملوا انستنت كوفي اللي هو قهوه في الحال ليهم مجففه يتحط عليها ميه وخلاص على كده. شركه نسلا شايفه طبعا نمو كبير في تشينز زي ستاربكس كوستا وهكذا، وبيفكروا انه في عدد كبير من محبي القهوه اللي بيشربوا قهوه كتير قوي مش بيحبوا النسكافيه، بالنسبه لهم النسكافيه دوت هو يعني ارض انواع القهوه، قهوه مجففه مش فريش ما فيهاش الطعم اللي هم عايزينه وهكذا. فبالتالي شركه نسلا فكرت في ان هي عايزه تعمل ابتكار، عايزه تعمل جديد. البيزنس دوت هو بيزنس القهوه الانستنت برضو اللي هي في الحال، بس تكون هاي اند فريش مطبوخه حالا للناس اللي هي محبي القهوه الرفيعه شويه. حلو. فقرروا ان هم يعملوا المنتج دوت. طبعا عندهم شريحه عملاء معينه بيحاولوا يستهدفوها بالمنتج دوت اللي هي الكاستمر سيجمنت او الكاستمر جروب. شريحة العملاء دي احنا متخيلين طبعا هيبقوا اشخاص عندهم دخل معين، اشخاص ممكن يكونوا مثلا بروفيشنالز شغالين في شركات مالتي ناشونال او شغالين في مكاتب ديزاينرز او محبي القهوه في البيت عندهم عايزين يجيبوا المكنه ديت عشان يشربوا قهوه في الحال من غير العك بقى بتاع الاسبريسو وتخش بقى وتقعد على البوتاجاز والكلام بقى شغل الطلاينه دوت. هم اكيد طبعا ايه بالنسبه لهم مش حاسين انه هيبقى عملي لعدد كبير قوي من الناس. حلو. في شركه نسبريسو قررت ان هي دي شرائح العملاء وقررت ان هي هتعمل لهم مكنه. المكنه دي بيتحط فيها عباره عن كبسوله صغيره فيها القهوه
وبيداس عليها زرار تنزل قهوه الناحيه الثانيه كانه ساحر فريش افري سنجل تايم كل مره. كلام جميل. فطبعا الطبيعي ان شركه زي بتاعت نسبريسو ديت هتحط القهوه هتعمل المكنه ديت وعندها شرايح العملاء دول، فبتدي تفكر في خطوات مختلفه محتاج تعملها. فتخيل نفسك كده مدير شركه نسله دخل عليك احد الزملاء بيقول لك بقول لك ايه، انا عندي فكره ممتازه لمكنه هندوس زرار وينزل لنا قهوه من الناحيه الثانيه. حلو. فطبعا مدير الشركه هيقوم طارده من الباب، هيقول له انت مجنون ولا ايه، احنا شركه غذائيه عندنا مصنع بيعمل قهوه، احنا ما نعرفش نعمل مكن. الولد ماشي طبعا، راح ليه بيدور على طريقه ان هو يحقق المشروع دوت. فكره طبيعيه جدا ان هو ابتدى يفكر في شراكه، ان هو بيفكر ازاي اقدر ان انا الاقي شريك يساعدني في ان انا اعمل المكنه ديت، فانا احط جواها القهوه وابيع القهوه بتاعتي. وبالتالي عمل شراكه مع شركه اسمها كاربس، مصنع للهوم ابلاينسز الصغيره زي كده مونيلاكس وبراون والناس ديت. حلو. ان هو يعمل لهم المكنه بتاعته. فحط رجع طبعا لمدير وقال له بقول لك ايه، انا اتفقت مع شركه ممتازه هتعمل لنا المكن واحنا نحط القهوه. قال له انت عبيط، هتلاقي في لحظتها على طول اول ما قفل معاك راح مكلم دافيدوف وراح مكلم مش عارف ماكسول وراح مكلم كل شركات القهوه الثانيه، قال لهم بقول لكم ايه، انا بعمل للناس لمكنه ما اعمل لك زيها. قال طبعا عندك حق. فرجع للراجل قال له بقول لك ايه، المكنه ديت انا عايز اعمل الديزاين بتاع الكبسوله بتاعتها، حلو، يكون ديزاين مخصوص واعمل عليه براءه اختراع 25 سنه بحيث ما حدش تاني يعمل كبسوله تانيه تركب على المكنه دي زي، وبالتالي انا المكنه دي هتبقى شغاله ليا انا بس بالكبسوله بتاعتي، ما ينفعش ان انت تصنع شبهها لغيري، او ما ينفعش ان الكبسوله بتاعتي تركب عند اي مكنه حد تاني انت هتصنعها. فبالتالي قفلها على عملاء نسبريسو بس. حلو. خلص الموضوع ده، رجع لمديره قال له هايل، انا عملت موضوع المكنه والمكنه التي ليها ديزاين مخصوص ما حدش تاني يقدر يستعملها غيري. فقال له بيرفكت، حلو جدا، هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هناخد المكنه دي والخطوه اللي جايه ان احنا عايزين نبدا نسوق المكنه دي لشريحه العملاء دول. فطبيعي طبعا ابتدوا يفكروا في سعرها، هنسعرها لهم ازاي؟ فقال له خلاص احنا نسعر نبيع لهم المكنه ونحط عليها مثلا 30% 50% 70%، ونفس الحكايه نسعر القهوه اللي جوه البوت ديت ونحط عليها نفس المبلغ. طبعا مديره قال له انت حمار. ليه؟ لانه احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نكتسب الناس، واحنا في الاخر بنبيع قهوه مش بنبيع مكنه، انا ببيع المكنه مره واحده وعندي شريك، لكن القهوه اللي جوه المكنه انا هي دي اللي بقعد اعملها كل مره كل مره كل مره عشان ابيعها له على مدار عمر الاستهلاكي بتاعه كله. فقال له خلاص ممتاز، يبقى احنا نبيع المكنه بسعر رخيص عشان نسهلها عليه، وبعد كده اول ما يخش بقى امسكه ما يعرفش يهرب مني واقعد ابيع له في الكبسوله ديت يوماتي يوماتي، كل قهوه بتاعته انا باخد منها فلوس على طول. كلام جميل. فابتدى يبقى البرايسنج بتاعها السعر بتاعها عباره عن مكنه رخيصه وكبسوله هي اللي فيها الربحيه بجد. حلو. جم طبعا يفكروا في القنوات هنبيعها ازاي الناس. فاول حاجه طبعا فكروا فيها هي القنوات اللي هم عارفينها، اللي هي الرف اللي في كارفور او الرف اللي في سعودي او في اي هايبر ماركت وهكذا، انه يروح يحط زي ما بيحط القهوه بتاعته يحط المكنه جنبها. وعمل كده فعلا ولقى ان ما فيش اي نوع من النجاح تماما لحاجه زي كده. ليه؟ لان المكنه سعرها غالي قوي، العميل لسه مش فاهم بيستعملها ازاي، فبيروح طبعا مكان زي كارفور يلاقي القهوه اللي هي النسكافيه اللي بالنسبه له الرديء يعني، وبيلاقي القهوه النسبريسو ديت محطوطه في كبسوله وجنبها مكنه بمثلا 2500 جنيه، كان هو اصلا رايح يشتري شوبينج كله ب 1000 جنيه هيشتري مكنه ب 2500 جنيه، طبعا ما حصلش وما حصلهاش نجاح. فساعتها فكروا في فكره ذكيه جدا، قال لك خلاص احنا اللي احنا محتاجينه فعليا هو ان احنا نديهم احساس المكنه دي، نخليهم ندوقهم فعلا. فنعمل ايه؟ بدل ما ندوقهم في السوبر ماركت زي اللي هو طريقه السامبلز والكلام ده كله، احنا ندوقهم في مكان حلو جميل يحسوا فيه كانهم قاعدين في ستاربكس بجد. وفعليا فتحوا محلات، محل نسبريسو، مكنه شركه غذائيه اللي هي نسله فتحت محلات في الشارع بتبيع قهوه، عشان تخش المحل تقعد تدوس على الزرار تشرب القهوه بتاعتك، وبالتالي تعجبك قوي فتقول له بكام ديت، فيقول لك الله ده مكان ممتاز، ده سعرها مثلا 2000 جنيه ولا حاجه هنديها لك دلوقتي، وبعد كده تقدر تشتري بقى البودز ديت وبالتالي تقدر تستعملها از يو لايك في البيت عندك. طبعا في اماكن فانسي قوي، في محلات فانسي زي ما انتم عارفين في مصر مثلا فاتحه في سيتي ستارز ومول العرب وهكذا. فبالتالي ابتدوا ان هم ينجحوا بالمنظر دوت بفكره ان هو ابتدى يفتح محلات بنفسه عشان يسوق المنتج للعملاء بتوعه.
وبعديها طبعا ابتدى بقى البراندنج والكلام اللي عثمان كان بيتكلم عليه دوت، والبراند بيلدنج اللي هو جاب جورج كلوني وابتدى يحطها في حته ثانيه خالص ان ترمز اوف براند. بس الدرس المستفاد الاتي، انه في الاخر شركه نسبريسو اللي بتبيع القهوه، حلو، القهوه دي يا جماعه ليها بورصه، في بورصه اسعار للقهوه زي عصير البرتقال زي القطن وهكذا، من كتر ما هي ماده عنق خام داخله في صناعات كثيره جدا، التفريع فيها مش عاليه قوي. يعني لو خلاص لو مثلا قهوه عربيكا من مكان معين هيبقى لها سعر عالمي تقريبا، شركه نسبريسو بتبيع القهوه 700% زياده عن سعرها في البورصه، متخيلين؟ مش بسبب انها مغليه السعر ولا حاجه، بسبب انها عملت نموذج عمل، عملت بيزنس موديل كامل اراوند فكره الانستنت كوفي، القهوه الاساسيه. نموذج العمل ما كانش في المنتج، المنتج ما كانش مختلف قوي، طبعا المكنه فيها ابتكار وكل حاجه، بس كقهوه القهوه نفسها ما فيهاش حاجه، بس نموذج العمل اللي حواليها هو اللي حول القهوه ديت ل very very successful business and a very successful model. حلو، هديكم مثال تاني سريع. المثال التاني كان شركه نتفليكس. طبعا انا متخيل ان اللي ما بيتفرجش علينا دلوقتي حالا بيتفرج على نتفليكس، ده اكيد. فشركه نتفليكس كمثال لما بدات، بدات كشركه اي كوميرس عاديه جدا بتنافس مع نادي الفيديو، حلو، زي ما في كل حاجه بتشتريها اونلاين، بتشتري كمبيوتر واكسسوارز وجروسريز اللي هي بقوليات ومواد غذاء، وبتشتري جزم وشنط ولبس وكل حاجه. جه واحد ذكي قال الله يا جماعه انا كل مره زي الكتب بالظبط، كل مره اروح نادي الفيديو الاقي الفيلم متاخد، واقعد ادور في نادي فيديو حواليا ان الفيلم مش متاخد. طب ايه الحل؟ الحل يبقى في نادي فيديو اونلاين، تطلب منه الفيلم يجي لك في سي دي في ظرف تتفرج عليه وترجعه في الظرف تاني، تحطه في البريد يرجع تاني ليه، وتبقى كانك بتأجر وخلاص، نادي فيديو بسي دي. وده كان نموذج العمل بتاعهم، ده كان البيزنس موديل بتاعهم. ما اخترعوش الافلام، بس اخترعوا موديل ان انت تتفرج على الافلام عندك في البيت عن طريق ان اي كوميرس موديل، بتأجر الفيلم اونلاين تتفرج عليه وترجعه تاني، وفي في ضمان وفي 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 كل حاجه تتخيلها، ان ايه، ما حدش يعني لو حد بوظه يدفع ثمنه وكل حاجه. كلام جميل، حلو. فالنهارده دي كانت فكرتهم الاساسيه. الدرس هنا ان البيزنس موديل او نموذج العمل مش ثوابت، نموذج العمل بيتغير طول الوقت. اسالوا اي حد من رواد الاعمال الناجحين اللي حوالينا، هتكتشفوا ان نموذج العمل بتاعهم changes all the time، طول الوقت، ده كائن حي. حلو، امير علام المانيوس بدا ازاي والنهارده بقى فين؟ تغير تماما. في الاول كان موقع فيه المانيوس، في المنيوهات المختلفه بتاعه المطاعم المختلفه، بعد شويه ابتدى يبيع اعلانات للمطاعم ديت، والنهارده بيعمل فود اوردرنج، بيعمل دليفري زي اوبر ايتس وزي جلوفو زي اطلب وهكذا. حلو، ده معناه ان نموذج العمل بتاعه اتغير مع الوقت. نفس الحكايه حصلت مع نتفليكس. نتفليكس بدا الاول ان هو بيبيع بيأجر سيديهات زي نادي الفيديو اونلاين، شاف ترند مهم جدا، الترند كان الاونلاين ستريمينج، سرعه الانترنت زادت جامد جدا، الناس بقى عندها سمارت تي فيز، البروسيسنج بتاع الموبايلات زاد وسرق وبقى اقوى بكتير جدا، فبالتالي كان شايف الترند ان مور اند مور الناس هتبقى تتجه لاتجاه الاستريمنج، حلو، وهتبطل تاجر سيديهات، تبطل تاجر دي في دي. فبالتالي ابتدى يعمل ايه؟ غير في نموذج العمل بتاعه، ابتدى يفكر يقول والله انا النهارده تو بي سكسسفل، انا اللي انا هعمله ان انا هعمل سويتش، وشويه بشويه ابتدى ان هو يطرح الفيديوهات بتاعته، نفس السيديهات ديت، عن طريق اشتراك مختلف ان انت تقدر تعمل لها ستريمنج اونلاين. عايز تطلب دي في دي اطلب، عايز تعمل لها ستريمنج اتفضل. وفي النص على فكره، في المرحله اللي في النص ديت كان عنده تشالنجز جامده جدا، السي او بتاع نتفليكس مشي ورجع تاني، وكان عندهم مشاكل، يعني ما كانش الحياه جميله ولطيفه طول الوقت، لان ساعات بتبقى ولاده مستعصره شويه، حته ان انت تقلب البيزنس وكيانه على بعض كله، وتنتقل من طريقه عمل معينه او نموذج عمل معين لنموذج تاني. بس في الاخر this is how he lived، this الطريقه اللي قدر يسرفايف وقدر يبقى ناجح النهارده، بان هو عمل الشيفت دوت. guess what، النهارده نتفليكس طبعا بلاير مهم جدا، عامل شغل رهيب، يعني one of the fast growing اسهم في العالم، and عنده يعني عملاء كتير جدا بيحبوه وملتزمين وبيتفرجوا عليه وكل حاجه. بس الاكيد اللي هيحصل ان نتفليكس هيتشينج البيزنس موديل بتاعه تاني كمان، صح؟
لانه هو دي اسلوب حياه، اتس نوت ا جيفن، لازم بعد شويه هيبدا يفكر ازاي اغير البيزنس موديل بتاعي وازاي اتجه لاتجاهات تانية. كل البيج بلايرز من جوجل لمايكروسوفت لابل، كل الناس دي اتغيروا في البيزنس موديل بتاعهم مره ورا اتنين ورا تلاته، وهم بينموا وهم بيتطوروا، والسوق كمان حواليهم بيتغير وفي متغيرات كتيره جدا من كاستمر بيهيفير لمنافسين بيخشوا لتكنولوجيا لوحدها بتغير الوضع اللي هم فيه. حلو، في الدرس هو انه اكيد نموذج العمل بتاعنا هيتغير جامد جامد جدا. حلو، اكسلنت. سو فار عايزين نشوف لو في اي اسئله، لو في حد عنده اي اسئله حتى الان. دلوقتي وقت هايل للأسئلة دي. حلوة. طيب يعني ما فيش أسئلة قوي، أنا مش شايف هنا، خليني أشوف كومنتات. سؤال، ايه الحاجات اللي انت اللي شايف انها محتاجه موديل جديد؟ طبعا ده سؤال بيتهيألي لذيذ جدا ان احنا نبدا بيه الجزء الثاني من الحلقه بتاعتنا او السيشن اللي احنا بنعملها دلوقتي حالا. احنا الجزء اللي جاي ده دلوقتي جزء تصميمي شويه، عايز اكلمكم على ازاي يبقى عندنا طريقه ممنهجه تساعدنا ان احنا نعمل تصميم لنموذج العمل بتاعنا. جاس وات، برضو معظم الناس، معظم البيزنس حوالين، كل البيزنس اللي حوالين العالم عندها نموذج عمل، ممكن يكون مش عارفه مش مصممه بنفسه بس عندها نموذج عمل. حلو، فمهم جدا ان احنا نبقى ايه، يعني احنا بنفسنا خلاص اللي هيبقى عندنا النيه من الاول ان احنا نصمم النموذج العمل الناجح اللي احنا عايزينه ونبدا نشتغل بقى على تنفيذه. حلو، في المرحله اللي جايه هتبقى مرحله تصميميه شويه، هنصمم فيها نموذج العمل عن طريق اطار معين هنمشي فيه ستيب باي ستيب. حلو، خطوه بخطوه كده نشوف ايه المكونات المختلفه لنموذج عمل ناجح. حلو، وايه الاوبشنز المختلفه اللي موجوده جوه المكونات دي مع شويه امثله سريعه. كلام جميل. حلو، في المرحله دي هنكتشف بقى شويه حاجات ممكن تساعدنا ان احنا نفكر ايه اللي محتاج نموذج عمل جديد، فبالتالي احنا ممكن نبني نموذج العمل الجديد دوت، وبالتالي نبقى احنا ناجحين از ستارت اب، يبقى عندنا فرصه كويسه ننافس السوق في المرحلة دي. حلو، فاللي بنصح بيه الخطوة اللي جاية هو لو حد حابب ان يبقى معاه ورقة وقلم ويكتب ورايا شوية الخطوات اللي هتساعدنا في ان احنا نبص ونصمم نموذج عمل ناجح. حلو، اول حاجة في a good business model هو انه يكون مبني على آلام ومشاكل معينة عند الكاستمر. حلو، يبدأ بالخطوة دي، ان الكاستمر بيحاول ينفذ مهام. حلو، بيحاول ينفذ مهام يا جماعه، مهام زي مثلا ان هو بيحاول يوصل من بوينت A لبوينت B، بيحاول يروح، بيحاول يروح شغله كل يوم. حلو، بطريقه سهله، بطريقه امنه، بطريقه سعرها مناسب مثلا يعني. حلو، دي تكون المهام اللي الكاستمر بيحاول يوصلها. كلام جميل، and that is the best way ان الواحد يبدا يفكر في تصميم نموذج عمل ناجح. في طريقتين، في طريقه انها تبدا بالكاستمر نفسه. حلو، انها تبقى ان انا بحاول ابني حوالين عميل ومشاكله، في طريقه ثانيه ان انا يبقى عندي حل معين وبحاول ادور له على عميل بمشاكل. حلو، الطريقه الثانيه ان انا يبقى عندي حل معين وبحاول ادور له عميل بمشاكل، ساعات بيبقى مش انجح الاساليب. ليه؟ لان بتوصل لمرحله ان انا فعلا انا اي ام ا سولوشن لوكينج فور ا بروبلم. حلو، انا معايا حل بحاول ادور له على مشكله. يا جماعه مين عنده المشكله دي احلها له، صح؟ مش العكس، العكس طبعا هو اللي انجح بكتير، ان انا اوريدي شايف مشكله، مشكله كبيره، مشكله متكرره، مشكله غاليه، مشكله بتتزايد. المشكله دي هي دي احسن وانسب مشكله ان انا احاول احلها وابدا ابني حواليها ا سولوشن مختلفه ده كان هيلب ان احنا نوصل ايه لحل المشكله ديت لعميل، والانسب كمان لشريحه من العملاء، شريحه بعينها وشريحه ثانيه وشريحه ثالثه، وابدا انظم الموضوع بطريقه تنظيميه شويه. حلو، سو مش عايزين ان احنا نبقى a problem looking a solution looking for a problem، عايزين نبقى العكس،
حلو. فهي دي اول خطوه، ان احنا هنبص على والله ان عندي النهارده شرائح عملاء مختلفه، وبفكر في والله ايه المشاكل اللي عندهم، وازاي ان انا اقدر ان انا احل المشاكل بتاعتهم دي. باي ذا واي، الطريقه الثانيه او المشكله الكبيره في الحته ديت هي مشكله انه اوقات كثيره جدا بيزنسز بتفشل للاسف الشديد، لان هي بيبقوا فعلا بنوا كيان، بنوا خدمه او منتج محدش عايزها. متخيلين؟ محدش عايزها. الفاوندرز التيمز نفسه فاكر نفسه انه بيعمل حاجه مطلوبه، لكن واقع الامر هو محدش عايزها، او محدش عايزها كفايه. حلو. فبالتالي بيبقى عنده صعوبه جامده جدا ان هو يلاقي حد يدفع ثمنها، ويلاقي طريقه ان هو يبيعها ويكبرها وهكذا. في حد بيسأل بس لسه ما عملتش بيزنس موديل. حلو. حد بيسأل دلوقتي، انا عملت ستارت اب شغال بدرس السوق بس لسه ما عملتش بيزنس موديل، هل ينفع اعمله وانا بدرس السوق ولا كان لازم قبلها؟ لا طبعا، الاكيد ان احنا هندرس السوق وبعديها هنعمل بيزنس موديل. لو عملت بيزنس موديل قبليها مش هيحصل مشكله، لكن لازم بعد ما تدرس ترجع تراجع البيزنس موديل دوت، لان هتكتشف ان فيه كم كبير، كم هائل جدا من ايه التكهنات، اسامبشنز، عمال تعمل اسامبشنز اسامبشنز اسامبشنز. بعد كده واقع الامر هتكتشف انه السوق والمعلومات والبيانات اللي انت هتجمعها ممكن تهد جزء كبير جدا من الاسامبشنز ديت، وهتحتاج تبني من اول وجديد. فبالتالي لما تهد البيزنس موديل احسن ما تهد البيزنس نفسه، صح؟ فانا بقول لك هتجمع معلومات وترجع تراجع البيزنس موديل تاني. اكيد. When could I change the business model to be more clear? What is the factor that indicates business model should be changed? طبعا مؤشرات كتيره، بس معظمها بيبقى ليه علاقه بتقبل العميل للمنتج بتاعك، الربحيه بتاعتك، التارجت بتاعت المبيعات، التكاليف، الكوست اللي عليك. لما بتلاقي حاجه من الحاجات دي بتتغير بشكل جذري، ده اكيد وقته ان انت في مشكله، في مشكله في الموديل نفسه. اوقات بيبقى في مشكله في المنتج او الخدمه، بس في مشكله في الموديل اللي حواليها كمان، لان لو غيرت حاجه في المنتج والخدمه بالتالي بتاثر على كل المكونات اللي حواليها. في مهم جدا، هل البيزنس موديل ممكن ياثر على الفاند ريزنج لما اعرض ستارت اب؟ ده اكيد كده لكده، محدش بيستثمر في ستارت اب لوحدها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده مش باجي اقول انا عايز انفست في الستارت اب خالص، انا بستثمر في منتج، المنتج دوت ليه مدير وفريق هيديره، حلو، والمنتج دوت ليه طريقه ان هو يطلع فلوس، وليه طريقه ان هو يتسوق، وليه طريقه ان هو يوصل لعميل، وليه فاليو معينه بيوصله للعميل، وبالتالي ليه في الاخر ربحيه معينه ومصاريف معينه. حلو. ده اللي حد بيستثمر فيه. الكونسبت دوت از ذا بزنس موديل. فهو في النهايه اي انفستر بيبص على البزنس موديل، وبيبص على التيم اللي يقدر ينفذ الموديل دوت. هل الموديل ده ناجح؟ ولو ناجح التيم دوت، هل التيم ناجح في انه فعليا يحققه على ارض الواقع؟ لو دي الكيس خلاص، تعالى نتكلم بقى في الفلوس. تعالى نتكلم بقى انت عايز فلوس قد ايه، واخد منك شيرز قد ايه، ويبدا يفكر في فكره في حسبه العائد على استثماره. لكن لو مفيش اصلا موديل ومفيش تيم ينفذه، يبقى هو مش بيستثمر، هو كده فلوسه في الارض. حد بيسال what is the expected business model for the travel agencies to face the current situation. حلو جدا. طبعا جزء من انا مقدر اللي بيحصل دلوقتي حالا، حاله تاريخيه بجميع المقاييس على سكيل الكوكب كاملة، في بالنسبه للجيل بتاعنا والاجيال حتى اللي قبلنا، ما حدش شايف حاجه زي كده نهائيا يعني. حلو. في سؤال ان هو اولا حاجتين بيحصلوا هنا. اول حاجه لازم يبقى عندنا في الريسبونس بتاعنا، في رد الفعل بتاعنا للكيس اللي حاصله حاليا، زي اي بزنس في الدنيا لازم يكون متناسق مع برضو المده الزمنيه بتاعتها، صح؟ احنا لسه ما عندناش مؤشرات حقيقيه من ناحيه المده الزمنيه بتاعت تاثير حاجه زي كده عامله ازاي. فبالتالي ارد على سؤالك واقول لك المفروض ان بيزنس في مجال مثلا التوريزم او السياحه يرياكت بشكل معين، لانه لسه مش باين الرياكشن بتاعته دي، هل هي رياكشن مطلوبه ل ليتس سي الاسبوع اللي جاي، الشهر اللي جاي، ولا الكوارتر اللي جاي، ولا السنه اللي جايه، ولا الخمس سنين اللي جايين. من الصعب جدا ان احنا نشوف تداعيات اللي حصل دوت بشكل كافي. سو فبالتالي الاجابه هي وي هاف تو ويت اند سي.
بس انا متخيل ان جزء كبير منهم احتمال يحتاج يعدل في البيزنس موديل بتاعه شويه، بحيث ان هو يبقى ديفنسيف من ناحيه كرايسيس زي كده. سام تايم كرايسيس هابن، والحل هو ان انت تبقى عندك مثلا كاش فلو كافي، او عندك طرق مختلفه ان انت تقدر ويت اند سي. ويت اند سي، ملهاش حل تاني يعني. صح، حد بيقول كلمنا عن الساس موديل، هنتكلم على ده حالا. حد بيقول عايز اعمل سيرفيس، الارض بتوصل بين سيرفيس وايز كاستمر سيرفي للطرفين، هنرد على ده. حلو، حد بيقول ليه most of entrepreneurs focusing on funding instead of sales and growth؟ اسألهم. طبعا غلط ان انت مفروض تفكر في sales and growth وما تفكرش في funding، بس في نفس الوقت انا متخيل يعني عدد كبير من الناس بيبقى رابط قدرته والموارد بتاعته في فكره ان هو how to generate sales and how to generate growth، ان هو محتاج for example انه يعمل marketing، فبيفكر انا محتاج اعمل fundraising عشان اعمل marketing، محتاج اعمل fundraising عشان ابني sales team اللي يعمل السيلز اند جروث. فهما الاثنين طبعا جزء لا يتجزأ من الثاني، دايما هتحتاج ريسورسز وموارد معينه عشان تحقق مبيعات واهداف معينه، فبالتالي هي دايما عمليه مفضله موازنه ما بين وير تو فوكس، لانه ك تيم فاوندنج تيم او تيم بيدير كيان ستارت اب بيبقى دايما عندهم في منافسه على الـ على على الاتنشن بتاعهم، حتى على تركيزهم هم نفسهم طول الوقت بيتشدوا يمين وشمال على حاجات مختلفه. هو لو انا ببدأ البيزنس بتاعي لوحدي افضل ولا ممكن ادخل شركة معايا؟ اجان هنتكلم على جزء الشراكة دلوقتي حالا as we go through الفشل. حلو قوي. طيب so زي ما قلنا اول بداية التصميم، لو حد هيكتب نوتس دلوقتي هيكتب انه اول حاجة انا عايز ادور على customer problem. حلو، عايز ادور على customer problem، مشكلة معينة تواجه العميل، مشكلة لها علاقة او ال customer بتاعي، مشكلة لها علاقة ب مهام معينه بيحاول ينفذها هو. زي ما قلنا مثلا كمثال المهمه بتاعته انه بيحاول انه يوصل من البيت للشغل ومن الشغل للبيت يوميا بسعر مناسب وبامان وبريلايبيلتي عاليه او بسهوله من غير زحمه وهكذا. حلو، دي كلها عباره عن مهام ممكن تكون يعني فانكشن شويه، يعني تاسك عايز يعمل تاسك معين. حلو، ممكن برضه يبقى العميل في نفس الوقت عنده مهام معينه بس ليها علاقه بحاجات اجتماعيه او حاجات شخصيه. كمثال ان هو عايز مثلا يبقى في الاخر وهو نازل من راكب من المواصله دي من البيت للشغل ومن شغل البيت، لما ينزل يبقى شكله قدام الناس let's say ايه مهذب شويه يعني مثلا، يعني فدي تبقى حاجه على مستوى الشخصي اكتر منها تكون function بعينها او تاسك معين. خلاص هو نفذ التاسك وصل من هنا لهنا بس مش عايز يوصل يبقى شكله متبهدل مثلا يعني. حلو، دي تكون اللي بيحاول يوصلها. طب ليه العميل مش عارف يوصل للكلام ده كله؟ مش عارف يوصل له لان في النص معوقات معينه. حلو، في النص باختصار متاعب موجهاه. حلو، المتاعب ديت هي اللي منعاه من هو يعمل العمليه ديت ويعمل المهام ديت والاعمال دي بطريقه سهله وبسيطه. حلو، المتاعب ديت اللي هي البينز بتاعت الكاستمر نفسها. اوكي، سو تخيل مثلا انه البينز الحقيقيه دلوقتي ان المواصلات زحمه جدا، ان الميكروباصات ما بتجيش وقت مناسب، انه سعرها يعني ممكن يبقى رخيص فتبقى ساعتها مش مكيفه ومش مجهزه، او سعرها يبقى غالي زي التاكسي وتبقى مش مناسبه ليه في مشوار يومي بيعمله من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، فبالتالي it will add up، هتجمع عليه المصاريف جامد جدا فمش هيقدر ان هو يعملها. حلو، ودي نوعا ما البينز اللي هو بيحاول يحلها، اللي احنا بنحاول نحلها هنا. حلو، وده بدايه ان حد بيفكر على ليفل البيزنس موديلنج، ان هو بيقول والله انا حاليا بحاول اشوف ايه القيمه اللي اقدر اعمل لها ديزاين، اقدر اصممها تحل مشكله العميل اللي واقف في المرحله دي. حلو، فاجي افكر والله اقول له ايه رايك لو انا عملت له طريقه انه يبقى مواصله جاهزه لي بيركبها، حلو، توصله من بيته للشغل او من الشغل للبيت او على الاقل اقرب نقطه للبيت عنده. كلام جميل، تكون طريقه سهله مثلا زي ايه، ان اوبر بس الاتوبيس مثلا، اللي هي فكره سويفل لو افترضنا يعني. حلو، ان اوبر اتوبيس، فكره سويفل، وتبقى ساعتها المزايا بتاعتها انها تحل له اول مشكله الافيليبيليتي، او ان يبقى دايما في عربيه جايه بان هو شايف العربيات اللي جايه وعنده موقف بعينه، او مشكله
اللي بعد كده اللي هي مشكله انه المكان السعر بتاعها بيبقى حاجز قبليها في السعر مجهز وسعر مناسب لانه عامل عدد كبير من الناس متقسم عليهم السعر دوت، وفي نفس الوقت فكره انها طبعا نظيفه وانها مؤمنه وانها مكيفه وهكذا. كلام جميل. وهنا ابتدينا نعمل تصميم لخدمه معينه، وي نو احنا عارفين ان ليها زبون كاستمر عايز. عرفنا ازاي؟ بان احنا طبعا دورنا على المشاكل اللي عند الناس. طب ونعرف ازاي المشاكل اللي عند الناس؟ ونتاكد ازاي من المشاكل اللي عند الناس؟ والله في كذا طريقه. اول طريقه يا جماعه هي طريقه الداتا، البيانات. حلو، ان انا المخبر كولومبو وابدا ان انا اخش وادور على الداتا بحيث اني اكتشف مشاكل معينه عند الناس وابتدي احلها. مثلا كمثال يعني طريقه من الطرق اني اقدر ادور على داتا، معرفش حد فيكم يسمع على حاجه اسمها جوجل كيورد بلانر. حلو، الجوجل كيورد بلانر دوت عباره عن تول مجانيه جوجل بيقدمها لنا. التول دي بتساعدنا ان احنا نعرف بالظبط الناس بتدور على كلمات ايه اونلاين. تبقى مفيده دي ولا لا؟ تخيلوا لو احنا عرفنا ان مثلا في حوالي let's say مثلا 100,000 بني ادم يوميا بيدوروا على كلمه مثلا ازاي اقلع عن التدخين. حلو، مش دي تبقى opportunity وفرصه كويسه ان احنا نبدا نبص على والله ايه الاجابات اللي هم بيلاقوها وفين الجاب اللي في النص؟ او تلاقيه مثلا بيقول ازاي اقلع عن التدخين من غير مثلا النيكوتين باتش اللي هي المضادات النيكوتين مثلا، فهو بيدور على طريقه ثانيه. حلو، فبالتالي ده بيديني مساحه ان انا اقدر اساعده في الـ في الـ في الـ عنده مشكله هو حقيقيه وقدرت اتحقق انه عنده المشكله ديت، وبالتالي اقدر اعمل ديزاين ل فاليو بروبوزيشن بتجاوب على المشكله دي. فدي اول طريقه. الطريقه الثانيه هي عن طريق ان انا ابقى انترفيور، اعمل انترفيو مع الكاستمر. حلو، ان انا اروح لعميل مناسب حاسس ان هو في الشريحه المناسبه بتاعتي وابدا اساله، اقول له والله انت النهارده يا سيدي عندك كلب، انت الكلب بتاعك دوت دربته ازاي؟ علمته ازاي؟ بيحصل ايه لما الكلب بتاعك دوت يعيا او يتعب؟ بتاكله ازاي؟ بتطلب له اكل ازاي؟ ايه المشاكل الاساسيه؟ بتخرجه ازاي؟ بتجوزه؟ وات ايفر بقى الاسئله المختلفه، وتبدا تعمل انترفيو مع الكاستمر بحيث ان انت تبدا تجمع معلومات مختلفه عن المشاكل اللي عنده في بالظبط الشريحه والمجال اللي انت بتدور عليه، وبالتالي تبدا ان انت تديزاين فاليو وتديزاين قيمه معينه بترد وبتحل المتاعب والمشاكل اللي عند العميل، بالتالي يحقق المهمه الاخرانيه اللي هو بيدور عليها في الاخر. ميك سنس؟ حلو؟ يبقى دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه هي طريقه ان انت تبقى اللي هي اسمها انثروبولوجيست، او اللي هو ايه؟ عالم الانثروبولوجي. ان انت تتابع الراجل، تمشي وراه. تشوف هو داخل وخارج وبيشتري الحاجه وبيوزع الحاجه وبيدفع ثمن الحاجه وبيستعمل الحاجه وهكذا، تمشي وراه. فبالتالي كانك اولموست بتتجسس عليه من عن بعد، وبالتالي تقدر تشوف والله البيهيفير بتاعه عامل ازاي، بيستعمل التول دي ازاي، او بيستعمل الخدمه او المنتج ده ازاي. طبعا يعني ايه مناسبه اكتر للخدمات اللي هي بي تو سي مثلا يعني اكتر بكتير. الطريقه الرابعه هي ان انت تبقى انك تنتحل شخصيه العميل وتحاول ان انت تعمل الخدمه دي، او تحاول ان انت تعمل تحل المشكله اللي عنده، تكتشف انه الله كل الناس اللي بكلمها بحاول ان انا احل المشكله دي اجاباتهم اجابات معينه، الناس دي كلها لسه ما عرفوش فعلا يعني يحلوا الحته البسيطه اللي انا ناوي احلها له. حلو، فبالتالي تبدا تلاقي الله ده في مساحه، في مساحه ان انا ابني حاجه هنا، هو كيان هنا بيحل المشكله دي بتاعه العميل. اوكي، الطريقه الاخرانيه الخامسه اللي هي فيري بوبيلر اللي هي كو كريتور، ان انت تقول والله انا صاحب عميل واقول له بقول لك ايه احنا هنحلها سوا. اوكي، احنا هنحلها سوا، برضه دي فيري كومن في البي تو بي. اوكي، الراجل الفاوندر بتاع شوبيفاي، لو حد فيكم هنا يسمع عن شوبيفاي، شوبيفاي دوت موقع او بلاتفورم بيساعد اي شخص ان هو ينشئ اي كوميرس سايت، موقع بيع الكتروني كده، بتخش اونلاين ساس هو تعمل تدخل بياناتك، تابلود اللوجو بتاعك، تعمل شويه حركات كده، وفجاه تلاقي نفسك عندك موقع اونلاين بيبيع بيع الكتروني اسمه شوبيفاي، مشهور قوي. الفاوندر توبايس بتاع شوبيفاي دوت اول بدايه ليه ان هو فعلا كان بيبني اي كوميرس سايت لعميل بتاعه، قعدوا سوا بناهوله بكل الفيتشرز وكل المكونات اللي هو عايزها، بيحل له كل المشاكل اللي هو بيحلم بيها، وبعد كده فكر ايه الله، طب ما انا اوريدي طالما الراجل دوت بيدور يبني على موقع بالشكل الفلاني، طب ما انا ممكن اعمل نفس الحل دوت لكل الناس اللي بره، كل الناس اللي شبهه،
لاني اوريدي اي كرييتد ذس الديزاين بتاعي، صممته مع عميل مع واحد. طب ما الاقي لو لقيت عدد كبير منهم بقى عندي بيزنس يقدر يخدم على العملاء ديت، عارف ان انا ببني حاجه هم فعلا محتاجينها لاني اوريدي بنيتها على طلب اول واحد فيهم. كلام جميل سو فار يا جماعه، حلو. في كل دي طرق انه الواحد يقدر يبني بيها ويتاكد ان هو بيبني حاجه على مزاج العميل بتاعه، حاجه مناسبه ليه فعلا بتحل له مشكله حقيقيه، وقدر ان هو يفيريفاي ياكد انه الكلام ده حقيقي عن طريق ايدر الداتا او الانترفيوز مع العملاء، او عن طريق ان هو تابعهم وقعد يتجس عليهم، او عن طريق ان هو انتحل شخصيتهم عمل نفسه عميل، او عن طريق ان هو شاركهم في صناعه الحل دوت مع بعض. حلو، 5 ways اهو نقدر نبدا بيهم ان احنا تو ميك شور ان احنا وير ديزايننج ا فاليو بروبوزيشن، او بنحاول ان احنا نصمم قيمة مقترحة معينة، يعني قيمة مقدمة للعميل where we know انه القيمة دي فعلا هو عايزها وبتحلله مشكلة كبيرة، فبالتالي يقدر ان هو نقدر ان احنا نبقى متأكدين وهيدفع ثمنها في الاخر. حلو، كل ما المشكلة دي painful اكتر، كل ما المشكلة دي مؤلمة اكتر، كل ما المشكلة دي متكررة اكتر، كل ما المشكلة دي بتتفاقم اكتر، حلو، كل ما المشكلة دي تبقى يبقى عنده ارج ونيد واحتياج انه يحلها اكتر من كده. حلو، لو المشكله ديت مشكله مره واحده، لو المشكله دي بتواجهه مره واحده في الحياه، او المشكله ديت رخيصه قوي ممكن يحلها او ممكن ما يحلهاش، مش مكلفه حاجه قوي او مش مؤلمه قوي ليه او مش مؤرقاه بالليل، بالتالي دي هتبقى مشكله اقل واسهل ليه ان هو يتغاضى عن الحل بتاعنا ويكمل حياته الطبيعيه من غير ما حقيقي يعني ايه يشتغل معانا ان احنا نحلها. كلام جميل، حلو. عملنا ديزاين دلوقتي احنا لأول خطوتين، ان احنا بصينا على والله انا عندي عميل معين فعنده مشكلة، فبالتالي ان انا هبدأ اعمل كيان او حل او منتج يحلله المشكلة دي او خدمة تحلله المشكلة دي. كلام جميل يا جماعة so far. حد بيسأل فيه كورس تنصحنا بيه؟ اقعد لحد اخر التوك وانا هبعت لك، هنتكلم على كورس مهم جدا تبصوا عليه وكتاب مهم قوي تقروه. What can you tell us about the online marketing strategies for high SM consumption period, social media, what does startups need to convey to their customers? حلو قوي. يعني هو سؤال خارج التوبيك حبتين، انه حد بيسال على استراتيجيات تسويق في المرحله اللي احنا فيها ديت. طبعا يعني ديبند، يعتمد الموضوع على انت بتبيع ايه. حلو، فهل هي حاجه تقدر تتباع وخدمه تقدر توصل للناس عن طريق الاونلاين او عن طريق القنوات المتاحه في ظل ظروف حظر التجوال وظل ظروف الناس كتير ما بتنزلش الشارع وهكذا. فبناء عليها كان ديسكاس يعني طبعا جزء كبير منها. انا هكتب بوست على لينكدين اسلام على حته حاليا الاستراتيجيز المختلفه، بس جزء كبير من الشركات اللي حوالين العالم ابتدت تبص على مثلا فكره البراند بيلدينج، فكره ان هي بيحاولوا يبنوا البراند بتاعتهم ويبنوا الاوثوريتي بتاعتهم ويحاولوا ان هم يبقوا يحطوا نفسهم في حته ان هم يعني خبير في المجال بتاعهم as much as possible في الفتره ديت، لحد ما يوصلوا انه الدنيا تتفتح تاني من ناحيه الاسواق بتاعتهم. يعني فمش كل الناس حاولت انها حاليا على طول انا لازم ابيع لازم ابيع، لا خلاص في ناس اعترفت انها مش هتبيع، بس على الاقل ممكن تكتسب قاعده من العملاء او الليدز اللي ممكن يتحولوا العملاء لما الدنيا تفتح. فده مثلا one of the strategies اللي انا بنصح بيها دلوقتي، لان هي هنعدي بمالتيبل فيزز يعني. اوكي، ولما الدنيا تفتح مش هتفتح مره واحده، برضه هيبقى فيها فيزز، ممكن يبقى فيه كاسات شويه، ممكن يبقى فيه يعني unemployment، ممكن يبقى فيه مشاكل معينه مش هتفتح كده في يوم وليله. فممكن في الفتره دي برضه هيبقى فيز 2 هنبدا نبص على areas ثانيه يعني نشتغل عليها. حلو قوي. طيب عملنا دلوقتي عندنا احنا pain و problem، حلينا ال pain بتاع ال customer دوت وال problem بتاعته بان احنا عملنا design ممتاز لمنتج او خدمة. دلوقتي احنا بنبتدي نفكر في القنوات، ازاي ان انا اقدر اوصل له المنتج او الخدمة دي. كلام جميل. القنوات يا جماعة هي مراحل، الترم ليها حاجة اسمها marketing and sales funnel. حلو، منظر عامل كده هو. اوكي، funnel اللي هو خطوات مختلفة الكاستمر بيعدي بيها
لحد رحله معينه بيعدي بيها لحد ما يشتري المنتج ويشتريه تاني وتالت ورابع. حلو، الرحله دي بتبدا مثلا بان هو يبقى في الاول خالص ما يعرفش عننا ولا عمره سمع عننا. يجي بعد كده الستاب اللي بعديها ان احنا نعرفه عن نفسنا، بيبدا يبقى مهتم لسه في مرحله الدراسه او المفاضله اللي هي اسمها الفيز الاولانيه اسمها awareness، وبعد كده الثانيه اسمها consideration. يبدا يفكر ويفاضل. حلو، وهي عامله زي المخروط كده اهو. ليه؟ لان بعد الاويرنس يجي الكونسيدريشن. دايما عدد الناس اللي اوير هيبقى اكتر من عدد الناس اللي بتفكر فينا. جزء كبير عرفت عملت اعلان شافوا 100,000 واحد مش كلهم هيشتروا، هلاقي ان في 10,000 واحد ابتدوا يزوروا الموقع ومهتمين نوعا ما، بيفضلوا بيسالوا بيبعتوا رسائل بيتصفحوه وهكذا. جزء منهم هيشتري مش كلهم برضه، هلاقي ان كل الناس اللي بعت رسائل جالي 1000 رساله بس بعت ال 50 واحد بس، وده يبقى الجزء اسمه كونفرجنز اللي هي المبيعات الحقيقيه. وبعد الكونفرجنز دي ممكن من ال 50 دول مثلا الاقي ان في 10 اشتروا تاني اللي هي الريبيت بزنس او الريتيرن كاستمرز اللي هي الـ 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 المبيعات اللي بترجع تاني. حلو، وفي اخيرا ممكن الاقي ان في جزء صغير منهم برضو عامل حاجه اسمها ريفيرال، ابتدى يقول للعميل تاني فوق يقول له والله تعالى بقى انا عندي ليك ناس ممتازه هبعت لك رقمهم، ويبدا اكلمهم ويبدا يشتغل معاهم. حلو، وعشان كده اسمه فانل لانه هو شبه المخروط كده، هو بيبدا الاول بجزء كبير ويصغر ويصغر ويصغر. البيزنس الناجحه الشاطره هي اللي عامله ديزاين حلو قوي للفانل بتاعها، وعارفه الخطوات المختلفه اللي الكاستمر بيعدي بيها، وبتحاول توسع الفانل قد ما تقدر. حلو، فبالنسبه لواحد زي سويفل في الاغلب ان الفانل بتاعه بدايته از اويرنس، ان هو بيحاول يوصل لاكبر عدد من الناس ممكن فكره سويفل نفسها. هو عباره عن ايه سويفل دوت؟ حلو، ان هو عباره عن اتوبيسات واب ابلكيشن وبتحجز وليك محطات وهكذا، كلام جميل. جزء من الناس ديت هيبدا يفاضل، هيبدا يبص على معلومات مختلفه، السعر الافيليبيليتي، الدفع عامل ازاي، بتدفع ازاي وهكذا. حلو، الجزء دوت ممكن هو بالنسبه لسويفل يكون مثلا الناس اللي هي بتزور الصفحه بتاعتهم، الناس اللي بتبعت رسائل وبتسال، الناس اللي بتكلمهم لو هم عندهم رقم تليفون، والناس اللي بتنزل الابلكيشن بس لسه مش عامله اوردر على الابلكيشن نفسه. يجي الخطوه اللي بعد كده هي خطوه الايه؟ الاوردرات نفسها، بيبدا يبص على عدد الناس اللي بتعمل كونفرجن، كام واحد من كل الناس اللي بتفاضل ديت قدروا فعلا ان هم يحطوا اوردر للعربيات بتاعتي. وانس عمل كده هو يجي الخطوه اللي بعديها اللي هي فكره الريبيت بزنس. طب كام واحد عمل 5 اوردرز، كام واحد ركب 3 مرات في الاسبوع وهكذا. ودي يبقى معيار الاخراني بتاعه ان هو يشوف قد ايه البيزنس بتاعه فعلا ناجح في ان هو يجيب حد ويخليه يدمن سويفل ويستعمل الخدمه كتير 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 لحد ما يبدا يطلع منه ربحيه بجد. حلو، وهو ده يبقى اسمه ايه؟ قنوات المختلفه اللي بيستعملها عشان يبدا انه يخلي حد ان اوير خالص ما يعرفش عنه خالص لحد ما يوصله ان هو عارفه وبيستعمله كتير. فلازم يفكر بقى في طرق مختلفه انه يحقق المعادله دي. طرق زي مثلا في الاول ان هو يبدا يفكر انا والله ازاي اعرف الناس على المنتج بتاعي، انا هعمل اعلانات في الشارع، هعمل اس ام اس كامبين، هعمل فيديوهات وسوشيال ميديا وفيسبوك وجوجل وكل اللي تتخيلوه في الدنيا. هل هيجي حته المفاضله ازاي الناس بتفاضل وبتختار وبتنقي وبتعمل؟ فممكن يكون مثلا عامل لهم كول سنتر ان الناس تتصل في يشرح لهم الخدمه عامله ازاي، ان هو عامل لهم جزء كبير منها حاجات زي مثلا ان هو يبقى عامل فيديوهات بتشرح بطريقه تفصيليه اكتر شويه بالظبط ايه السيرفيس بتقدم ازاي، خريطه فيها بالظبط المحطات المختلفه، تسعير ثانيه خالص لواحد بقى خلاص فهم هي بتشتغل ازاي وبيفكر دلوقتي سويفل مناسبه ليا ولا لا. وانس حصل القصه ديت يبدا يخش في مرحله الكونفرجنس وبيفكر في قنوات مختلفه ميبي للدفع مثلا هيدفعوا ازاي. حلو، وهكذا. فيبدا الخطوه اللي هي الاخرانيه بتاعه الكونفرجنس، ويجي في الاخر بقى حته الريبيت بزنس ان هو مثلا يعمل اوفرات وكوبونات جوه الابلكيشن نفسها ونوتيفيكيشنز واس ام اس وباكجز وهكذا، طرق مختلفه ان هو ازاي اقدر اخلي الناس ترجع وتشتري يبقى في عائد راجع تاني على طول. حلو، فاحنا اول حاجه اتكلمنا على العملاء، اتكلمنا على المشكله بتاعتهم اللي احنا بنحاول نحلها، ودلوقتي بنتكلم على القنوات المختلفه اللي احنا بنعملها ديزاين جوه نموذج العمل بتاعنا، وبالتالي ان احنا نبدا نوصل الخدمه بتاعتنا ونقدر نوصل القيمه المقترحه بتاعتنا ديت لحد عنده. سو فار حلو، حد بيسال لازم كل الافكار الناجحه تكون جديده تماما او مش موجوده قبل كده؟ حلو، ما هو النهارده ده مش حقيقي خالص. واقع الامر ان فكره زي
مثلا اي تيونز او ايبود. الايبود ما كانش اول جهاز يتعمل بيعمل ميوزك ستريمينج، كان فيه الام بي 3 بلاير قبليه. حلو، بس هو نموذج العمل بتاعه ان هو عمل شراكه مع شركات الانتاج الاغاني، وعمل لهم سيستم ان هم يقدروا بمنتهى البساطه يشركوه في بيع الاغاني. تقدر بمنتهى البساطه تركب الايبود بتاعك على اي تيونز وينزل اغاني على طول، لان كان سيستم الام بي 3 عقيم، لازم تخش تروح تدور على فري ام بي 3 وتعمل لها كراك وتعمل لها داونلود وتعمل لها ابلود، كان سيستم رخم. فقدر ان هو ينجح بان هو طبعا عمل ديفايس حلو وجميل وفي فيتشرز حلوه وكل حاجه، بس نجاحه، سر نجاحه الحقيقي هو في نموذج العمل بتاعه، مع انه ما غيرش حاجه قوي فيها. نفس القصه لمثلا ليتس سي ناس كثيره زي حتى نتفليكس، يعني الستريمينج بتاع نتفليكس كان ساعتها في يوتيوب وفي قنوات كثيره جدا بتعمل ستريمينج، بس الموديل بتاعه، البيزنس موديل، الكيان بتاعه نفسه اتحقق بنجاح لانه عرف يعمل مش بس خدمه او سيرفيس مختلفه، لا اكتر بكتير اللي قدر يعمله، اللي قدر ينظم كل الموارد اللي حواليها بطريقه تخليها توصل اكبر فاليو للكاستمر ممكن. حد بيسال what is the best business model for the SMB industry. سؤال حلو قوي. هو الواحد ما بيبداش بكده، انت كده بتحاول تعكس الايه، يعني طبعا انا معاك ان انت يعني انت ما حاولتش لسه يعني، بس اوعى تبدا بان انت تقول والله انا هعمل سولوشن واحاول ادور على حد عنده البروبلم دي. اعكسها، قول والله، اسال السؤال what is the biggest problems و pains في الاس ام بي اندستري دلوقتي، ايه البيجست بروبلمز اند بينز، ايه المهام اللي العميل بيحاول ينفذها في الاس ام بي اندستري وعطلان غارز فيها. حلو، وغارز ليه، ودايما تسال ليه ثلاث مرات، تقول له غارز ليه، ايه مشكلتك، عشان كذا، ليه، عشان كذا، طب ليه، عشان كذا. تلاقي لما تسال ثلاث مرات توصل لفعلا لب الموضوع، فعلا بقى كور ديب داون ايه الايشو الحقيقي، وبالتالي يو كان ديزاين حواليها. تبدا بقى تقول والله هاو كان اي ديزاين ا سولوشن لي، والسولوشن دي ما تكونش بس منتج او خدمه، بس تكون انتاير بزنس موديل حواليها، وبالتالي تلاقي نجاح كويس جدا. فتكتشف ان طبعا ساعتها هتبتدي تقول والله اف ام بي اندستري دي فيها كيانين، فيها الناس اللي عندهم اف ام بي بزنسز، وفيها كيان العميل اللي بياكل من الاف ام بي بزنس، وفيها كيان ممكن مثلا ثالث العاملين الاف ام بي بزنس، وفيها كيان ثالث ممكن يكون مثلا اللاند لورد بتاع الاف ام بي بزنس اللي هو زي مثلا المولات. كل دول ناس شغالين في الاف ام بي اندستري، كل دول ناس انا اوعدك 100% عندهم مشاكل كلهم. And you have to start thinking ايه المشاكل الحاليه اللي عنده، وليه ثلاث مرات مش عارف يحلها. فتكتشف ان لب المشكله حاجه معينه deep down. طب how can I create a solution وعيني على لب المشكله دي، هو ده اللي انا بحاول احله. لو حليت دي، ودي مشكله حقيقيه متكرره كبيره وغاليه عند الشخص دوت، اتحداك 100% لو عرفت تحلها له هي ويل باي ان هو يلاقي حلها على طول. اوكي، كلام جميل. طيب نكمل الرحله بتاعتنا. احنا قلنا الخطوه اللي بعد كده هي بعد خطوه الكاستمر سيجمنت او شرائح العملاء، وان احنا عملنا لهم قيمه مضافه معينه وفكرنا في القنوات ان احنا نوصل لهم القيمه ديت. الخطوه اللي بعد كده عايزين نفكر في ازاي ان احنا اكشلي نقدر بقى ان احنا نلم العائد بتاع المبيعات بتاعتنا، ازاي ان احنا نقدر فعلا ان احنا نعمل ارباح او اتليست يعني ايرادات مختلفه بناء على الخدمه اللي احنا قدمناها له. الراجل اللي عنده في الاف ام بي بزنس مشكله بنت لذينه، انا حليت له المشكله ديت، حلو، كان عندي قناه قدرت اعرفه عنها، قدرت ان انا اوصلها له اخليه يدوقها يجربها تعجبه يشتري تاني، هايل. هيدفع بقى، هيدفع ازاي، هيدفع كام، هيدفع لمين، دي جزء مهم جدا في الديزاين بتاع البيزنس موديل بتاعه. حلو، تعالوا نتكلم على حته الماني بقى، الفلوس، فلوس بتعمل ازاي. حلو، الطريقه الطبيعيه طبعا التقليديه ان حد بيعمل بيها فلوس اللي هي ان هو بيبيع المنتج او الخدمه نفسها، الاسيت سيل، صح؟ النهارده واحد بيصنع عربيه، بيبيع العربيه، بيعمل فلوس، عندي تكلفه العربيه وعندي عليها الربحيه بتاعتي، بعمل تكلفه من بيع الاسيت نفسه. دي اول طريقه طبيعيه ان حد يعمل منها فلوس. الطريقه الثانيه كونسبت اسمه اليوسج في، او اللي هي مصاريف الاستعمال بتاعه الخدمه نفسها، زي مثلا شركات الموبايل تستعمل دقائق اكتر تدفع اكتر، طبعا ممكن يبقى عنده باكجات وهكذا، بس تستعمل دقائق اكتر تدفع اكتر. الطريقه اللي بعد كده از الاشتراك، سبسكريبشن في، ده الكلام ده ينطبق على من اول نتفليكس لحد ايه الجيم بتاعنا.
كل دوت باشتراك شهري، تدفع ثمن الاشتراك بتاعك بالتالي تستخدم الخدمه بناء عليه. الطريقه اللي بعد كده از عن طريق حاجه اسمها كونسبت اسمه لاندنج او رنتنج، ان انت تقدر ايه تخليه ياجر المنتج او الخدمه حتى لفتره معينه ويرجعها تاني وانس الايجار بتاعه خلص وبيدفع فيه الايجار بس. الاسلوب الرابع از او الخامس از الليسنج، انا اسف اللايسنسنج. اللايسنسنج هي فكره ان انت تديله حق الانتفاع او حق الملكيه الفكريه لفتره معينه، اكوردنجلي تقدر ان انت تخليه يبقى شريك يستخدمها وهكذا. الطريقه اللي بعد كده از البروكرج في. بروكرج في يعني اللي هي العموله، عن طريق العموله ان حد يبقى نقول له والله خلاص انت انا هبيع لك المنتج او وانت هتدفع عموله قصادها. A common way is طبعا في الريل استيت، حاجه طبيعيه، بس مثلا تكتشف ان مثلا ناس زي حد زي جوميا او سوق جزء كبير من مبيعاتهم مبني على العموله، اتس بروكرج فيه. فهو النهار بياخد ثمن، بياخد على كل منتج نسبه معينه من المبيعات اللي بيبيعها له. حلو. الجزء الاخراني از ادفرتايزمنت فيز، ان انت بتحاول تعمل فلوس من الدعايه لعملاء معينين بتساعدهم في الدعايه بتاعتهم. كلير سو فار. حلو. تعال نفكر مثلا في طرق مختلفه ناس مختلفه بتعمل بيها فلوس. احنا زي ما قلنا لو قلنا على سوق جوميا مثلا هتلاقي ان جزء كبير من الفلوس اللي بيعملوها از نسبه من المبيعات اللي بيبيعوها لكل سبلاير عنده. حلو. بس مش دي الطريقه الوحيده. كومن جدا ان الناس يبقى عندها مالتيبل ريفينيو ستريم، ان انت عايز تكتر قد ما تقدر الطريقه ان انت بتعمل بيها فلوس، صح؟ فتبدا تفكر مثلا تقول والله انا النهارده هعمل فلوس، واحد زي مثلا جوميا او سوق، انا هعمل فلوس من مبيعات طبعا لما ابيع المنتج، بان انا اخد نسبه من السبلاير، بس في نفس الوقت انا ممكن كمان اقنع السبلاير ان انا هعمل له دعايه داخل الموقع بتاعي، فانت هتطلع اول واحد يا فندم، فبالتالي انا هقدر ان انا ايه اعمل منك دعايه، اعمل منك فلوس بناء على اني هطلعك اول واحد. كلام جميل. تلاقي انه مثلا ممكن يبقى حد زي مثلا فيزيتا كمثال عنده سيميلر موديل. موديل عباره عن ان هو بيدفعك ادفرتايزمنت فيز وبيدفعك فيز على كل عميل بيبعته لك. كلام جميل. وممكن كمان يبقى عنده سبسكريبشن في، يدفعك اشتراك اصلا عشان تبقى على فيزيتا.com. هيدفعك اشتراك عشان تبقى على فيزيتا.com، هيدفعك ثمن كل مره يبعت لك عميل، وهيدفعك ثمن ايه؟ ان انت في نفس الوقت عملت اعلان عنده عشان تظهر اول واحد. كل دي طرق مختلفه بيقدر ان هو يستخرج بيها ريفينيوز مختلفه. كلام جميل سو فار. الجزء المهم جدا في الديزاين بتاعنا ان احنا في اوقات كتير بيبقى عندنا حاجه اسمها دبل سايدد موديل، يعني عندنا ناحيتين من الموديل بتاعنا. حلو. النموذج بتاعنا ليه ناحيتين، في عميل وعميل برضه، واحنا في النص عباره عن منصه بتربط الاثنين ببعض. واحد مثلا زي فيزيتا، او واحد زي المانيولز، او واحد حتى زي سوق دوت كوم وجوميا، او واحد زي نتفليكس. واقع الامر هو دبل سايد، عنده عميل من ناحيه اللي هو المريض اللي بيخش على فيزيتا.com، وعنده عميل من الناحيه الثانيه هو الدكتور اللي برضه بيخش على فيزيتا.com عشان يقابل عميل، وهو شغلته انه يقابل الاثنين من بعض. حلو. وعنده جزء ومهم جدا في الاستراتيجيه بتاعتك، ان انت تفكر هاو دو اي ميك ماي ماني. انا النهارده الخدمه دي بتقدم فاليو للاثنين، فانا بالتالي ممكن فعليا او يعني على الاقل يعني من ناحيه ثيوريتيك البحثه يعني انا اقدر ان انا ايه اشرج او ان انا استخرج فلوس او اقدر ان انا اطلب فلوس من اي حد فيهم. حلو. بس جزء استراتيجي مهم جدا، هطلب فلوس من مين ومين اللي عنده القدره انه يدفع. حلو. فبنفكر ساعتها وبندرس الاثنين وبنشوف انهي انسب. في حاله فيزيتا يعني طبعا كان واضح جدا انه العميل المستعد يدفع هو العميل اللي اكشلي بيجي له فلوس، بيجي له دخل من الخدمه نفسها، صح؟ فيري كومن. تلاقي دايما ان مثلا في الريل استيت اللي بيدفع الكوميشن هو الايه؟ البايع، لان البايع هو اللي ايه اول واحد قابض، فبالتالي اسهل بكتير ان هو يبقى ناوي انا خلاص ابيع عماره او شقه مثلا مليون جنيه، ما عنديش مشكله ان ادفع 10000 جنيه كوميشن لان ايه؟ لسه داخل لي مليون جنيه دلوقتي حالا. نفس الحكايه هي الموديل بتاع فيزيتا، ان هو مش بيدفع المريض نفسه، بيدفع الدكتور لان الدكتور هو اللي داخله دخل من المريض، فبالتالي بيبقى لسه ماسك الفلوس في ايديه، فعنده فرصه ان هو ايه او عنده استعداد اكتر ان هو يدفع في لحظته. حلو. بس موست اوف المودلز ديت عندها الجانبين، فهتلاقي برضو سوق
عنده سبلاير ومشتري، وهو بيعرف السبلاير على المشتري وبيعرف بيدي خدمه للمشتري نفسه، وبيفكر انا دفع مين ايه بالظبط. ممكن يكون بيدفع مثلا المشتري حاجات زي الدليفري، بس في نفس الوقت بيدفع السبلاير الكوميشن، اوكي، ويقسم الاثنين مع بعض. واحد زي نتفليكس عنده الناحيتين، عنده واحد بيتفرج مشاهد، وعنده الناحيه الثانيه برضو ايه منتجين الافلام والمسلسلات، وهو لازم يفكر في موديل يبقى مناسب وناجح للاثنين، لانها لو مش وين وين للاثنين، واحد فيهم هينفض عن المنصه بتاعته، بالتالي الموضوع كله هينهار، صح؟ فدايما هيبقى مهم جدا ان انا ازاي الاقي البالانس الحقيقي اللي يناسب الاثنين وكله يبقى ناجح ومبسوط حقيقي يعني. حلو. حد بيقول هنا هوت بعمل بروفايل على جاست ومطلوب استراتيجي، will you employ to build to deliver retain value في جزء بتاع البيزنس موديل. ما هو ده، this is the business model. business model هو انت ازاي هتبني وهتديليفر الفاليو دي، تقدر ان انت يبقى عندك استمراريه. ده تعريف يا فندم البيزنس موديل نفسه. حلو يعني. حد عنده اسئله حتى الان في الحته بتاعت نعمل فلوس ازاي، الموديل الريفينيو موديل نفسه اللي هي فكره الايرادات بتيجي منين؟ هايل. لحد ما الاسئله تيجي هكلمكم على الجزئيه اللي برضو لا تتجزأ من جزء الايرادات، وهو جزء البرايسنج. طب نسعر المنتج بتاعنا ازاي؟ ازاي نعرف السعر الصح للمنتج بتاعنا؟ طبعا سؤال يؤرق الملايين. يعني I'll let you know من خبرتي ان حتى يعني big businesses الكيتشن بتاعهم لما بخش بلاقي ان هم عندهم مشكله برايسنج، هم نفسهم برضو عندهم المشكله ديت. دي ملهاش اجابه واحده. برضه البرايسنج دوت از ليفنج بينج، بيطلع وبينزل، كائن حي عمال يتنفس طول النهار بناء على معطيات كتيره جدا حوالينا في السوق. فبالتالي ما تهتموش قوي بان لازم الاقي برايسنج وده برايسنج النهائي للابد، لا طبعا هيتغير ودايما هيبقى فيه تطورات فيه وهكذا. حلو. بس مهم قوي ان احنا يبقى عندنا اصلا فلسفه في التسعير، دي اهم بالنسبه لي من السعر نفسه. حلو. في فلسفه التسعير الاولانيه الاساسيه ممكن تبقى حاجه كوست بيز. يعني ايه؟ يعني التسعير بناء على التكلفه. بمعنى مين مثلا كمثال؟ بمعنى اوبر كمثال، تكلفه اوبر هي في الكابتن وفي بنزينه وفي عربيته وفي الهالك بتاعها، فبالتالي التسعيره بتاعت اوبر بتبقى عباره عن ان هو بيزود مارك اب لنفسه، بيزود لنفسه ربحيه معينه على تكاليف اللي لازم يدفعها للسواق الكابتن اللي هو نفسه عنده تكاليفه وعايز يبقى ليه في الاخر ربحيه. حلو. فبالتالي الجميع يبقى ناجح. فانا النهارده لازم اسعر نفسي برقم معين. حلو. والرقم دوت عندي منافس الناحيه الثانيه، المنافس الناحيه الثانيه هو التاكسي العادي الابيض، عندي منافس الناحيه الثانيه ان انا اركب مواصلات عامه، عندي منافسين تانيين بسعرهم. فبالتالي انا لازم افكر ان عندي مساحه معينه بالنسبه لي، المساحه دي هي ما بين الكوست حلو بتاع اللي عليا وما بين البرايسنج بتاع المنافس، فهي دي المساحه اللي فاضلاني. فانا النهارده ممكن المشوار ده يبقى اني وير من 50 ل 90 جنيه، تحت ال 50 الراجل الكابتن ده هيمشي، فوق ال 90 ممكن العميل نفسه يبطل يستعملني. حلو. فعنده المساحه ديت، ده كونسبت اسمه كوست بيزد برايسنج، تسعير بناء على التكلفه بتاعتي. الطريقه الثانيه هي حاجه اسمها فاليو بيز برايسنج. فاليو بيز برايسنج معنى ان انت مش بتبص فعليا على التكلفه بتاعتك، مش مهم خالص التكلفه بتاعتي، بتبص اكتر على القيمه اللي انت بتقدمها للعميل. حلو. فممكن تفكر مثلا في خدمه زي ليتس سي مثلا شوبيفاي. حلو. فممكن يكون شوبيفاي بيفكر تفكير ان انا النهارده ببني موقع اي كوميرس للعميل. حلو. وهسعرها له بناء على قد ايه مبيعات هجيبها له. حلو. مش قد ايه بتكلفني انا، مالكش دعوه بتكلفني قد ايه، انا النهارده راجل هجيب لك مليون جنيه مبيعات. حلو. فبالتالي انا بقول لك انا سعري 50000 دولار، انت مالك 50000 جنيه. حلو. انا جايب لك مليون جنيه مبيعات في سعري 50000 جنيه، مالكش دعوه بقى انا بتكلفني قد ايه، انت بالنسبه لك بتبص انا هدفع 50000 جنيه واطلع مليون جنيه. فده الفاليو بيست برايسنج. البرايسنج الحقيقي مش بيست على قد ايه انت مكلفاني قد ايه، بس اكتر قد ايه الفاليو اللي جايه لي. فيري كومن في مثلا الالكترونيك كونتنت، المحتوى الالكتروني زي مثلا التعليم الالكتروني. فعليا هو مش انا صورت الفيديو مره، عملت برنامج مثلا بحاول اعلم الناس حاجه معينه، حلو، رياده الاعمال، الفاينانس، التسويق، البروجرامينج، كل الكلام ده. حلو. فانا عامل برنامج واحد مسجله قبل كده،
تكلفتي ثابته خلاص خلصت صرفت قبل كده، وحاليا قررت اني اسعر البرنامج بتاعي دوت. قلت له لا انا اعلمك ازاي تبقى مثلا ليتس سي واحد بيعمل ماشين ليرنينج ارتفيشال انتليجنس، هعلمك الكورس دوت ب $1000. ليه يا عم انت خلاص انت عامل بكام؟ انا شايف ان ب $1000 في فاليو. ليه؟ لان انت هتتخرج منه وهتبقى بتعمل $2000 في الشهر. فانا ام ويلينج هقول لك $1000 استثمر معايا $1000 هتتخرج من الكورس ده انت بتعمل $2000 ودي الفاليو اللي فيه مش الكوست. ماليش دعوه بتكلفتي قد ايه، ليا دعوه اكتر ب قد ايه الفاليو اللي انا ام بروفايدنج ليك سو فار. كلام جميل متابعين معايا. افضل كتب او نظم الايرادات الرقميه، نظم الايرادات الرقميه هي اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي كجزء كبير منها، بس انا في اخر السيشن النهارده هقول لكم على كتب وهقول لكم على كورس اونلاين تبصوا عليه مفيد جدا هيفيدكم جامد. هل انا ممكن اروح لمكان اتمرن عنده الماركتينج والبيزنس عشان احاول اطور نفسي ولا صعب الشركات تقبل ان حد لسه بقى؟ طبعا حاليا انا شايف ان كل الشركات هتقبل باي حد عايز يجي يتمرن عندهم، لان جزء كبير منهم هيبقى عايز يوفر في مرتبات في الفتره اللي جايه ديت. طبعا ممكن يبقى في فرص حلوه يا عمر. هل استثمار في شركات الستارت اب بمعنى اني اموله بدون شراكه وهو يلتزم بدفع نسبه شهريه ولا الافضل ابقى شريك؟ مش فاهم قوي يا اسكندر السؤال، ممكن معلش تكتبه تاني؟ انا اسف. الاستثمار في شركات الستارت اب بمعنى اني اموله بدون شراكه، مش فاهم قوي السؤال لو سمحت ممكن تساله تاني. طيب ممتاز يا جماعه حلو قوي. فاحنا دلوقتي اتكلمنا على الجزئيه بتاعه فكره الايرادات and how do I make money و how do I price، ازاي اسعر المنتج بتاعي بناء على معايير معينه مختلفه. الجزء الاخراني اللي انا هتكلم عليه ليه علاقه بقى بالخطوات التنفيذيه. من ناحيه ثانيه زي بالظبط الجماعه بتوع نسبريسو جم فكروا قالوا طب والله انا ايه الموارد اللي انا محتاجها عشان فعلا احقق الفاليو دي للكاستمر؟ خلاص ايه الموارد اللي انا محتاجها؟ محتاج قهوه، محتاج مكنه، محتاج بولز، محتاج تسويق، محتاج محتاج محتاج. وابتدى يفكر يقول والله من الموارد ديت كام حاجه منهم جوايا وكام حاجه برايا. الحاجات اللي جوايا ديت هي حاجات انا اقدر وعندي القدره اني انفذها، الحاجات اللي برايا دي حاجات انا لسه مش عارفها وما اعرفش انفذها ازاي. الحاجات اللي جوايا ابتدي افكر في التيمز والتعيين والمصاريف اني اقدر انفذ الكلام ده كله. والحاجات اللي برايا افكر في ايه؟ افكر في الشراكه. حلو، هنا يجي جزء البارتنرشيب. وهنا عشان هم لما لقوا والله احنا مش شركه مكن، احنا مش شركه هوم ابلاينس، احنا شركه مواد غذائيه، بالتالي محتاجين شركه هوم ابلاينس تعمل لنا المكنه الملعونه دي. حلو، فراحوا لمين؟ راحوا الكاربس، دوروا على كذا حد وراحوا الكاربس وعملوا المكنه ديت تو بي ايبل تو ميك شور انه ايه؟ انه يعرف ينفذ ويوصل الخدمه دي في الاخر. حلو، فمهم قوي ان احنا ندور على افكار مختلفه. حلو، كلام جميل. وانس قدرنا نعرف والله دي الشراكات بتاعتي، وهنا من الناحيه الثانيه ده الحاجات الموارد الداخليه اللي انا عايزها، ابدا ساعتها احسب البادجت، احسب الكوست اللي عليا. والله انا عشان انفذ حاجه زي كده عليا مصاريف معينه. حلو، جزء المصاريف دوت من خبرتي العامه يعني انه دايما بص عليه واضربه في اتنين. يعني الناس عندها قدره رهيبه ان هي ايه يعني تقلل من شان المصاريف اللي هتبقى عليها، يو اندر استيميت الكوست بشكل رهيب. حلو، ده احد افات رواد الاعمال ان هم بيبقوا حاسين ان كل حاجه هتتنفذ بمنتهى البساطه وفي الاخر فلوس تخلص والدنيا تقف. ودي اوحش حاجه في الدنيا ان الواحد يعني ايه البيزنس يتولد ويموت في الضلمه زي ما بيقولوا من غير ما فعلا يشوف الضوء والعميل يشوفه وفعلا يتعرف كفايه انه ياخد فرصته الحقيقيه. حلو، دايما do not underestimate الكوست بتاعك، هيبقى دايما كوست اعلى بكتير من اللي انت متخيله. طبعا في كوست ليها علاقه بحاجه اسمها variable cost وحاجه اسمها fixed cost اللي هو ايه مصاريف او مصروفات ثابته ومتغيره. الجزء الثابت دوت اللي هي زي الاوفر هيد زي المكتب زي الجزء بتاع مثلا في مكان وهكذا، والجزء المتغير اللي هو جزء كل مره مع كل منتج او كل خدمه بقدمها بيتغير الكوست دوت. ده الفاريبل كوست بتاعي زي مثلا المواد الخام وهكذا. حلو،
عشان اديكم مثال قد ايه الكوست دوت بيبقى اندر استيميتد. لو حد ناس كتير قوي مثلا حد بيسالني هنا مثلا ايه رايك في الموديل بتاع فكهاني، اوكي فكهاني ده اي كوميرس ستور، اوكي زي جزء كبير قوي من انا متخيل يعني ده اللي بتتكلم فيه يعني. زي جزء كبير جدا من الاي كوميرس ستورز ان الناس بتفكر في فكره انه ازاي ان انا ابقى ايه الكوست بتاعي تو ستارت ان اي كوميرس ستور. فناس كتير قوي بتتجه الاتجاه ان هم بيفكروا في انه عباره عن موقع اونلاين عليه المنتجات وعليه زرار كده اسمه باي ذاتس ات، ويعمل الكلام ده فعلا، يبني الموقع ويحط عليه المنتج ويحط زرار الباي وبالتالي ان حد يشتريه. فطبعا ساعتها يكتشف انه الكلام ده از نوت ترو خالص لانه عنده كوست ثانيه خالص مش في دماغه. الكوست الاولاني الاساسي يعني ان هو طبعا محتاج منتجات على الموقع دوت، فمحتاج ان هو يبدا يسكيور المنتجات دي من سبلايرز، ومحتاج يا اما هو نفسه يعمل او تيم بيعمل عمليه الشراء دوت او يعني عمليه التعاقد مع السبلايرز على المنتجات المختلفه. وانس عمل كده يكتشف انه الله المنتجات ديت محتاجه انها تتصور ويتكتب عنها اللي هي جزئيه المحتوى، يبدا يعمل المحتوى. وانس عمل المحتوى يبتدي يكتشف انه الله انا عندي جزئيه التخزين، لو عنده وير هاوس هيخزن المنتجات المختلفه ديت. هل وانس عمل كده هو يبتدي يكتشف ان الله ما حدش بيشتري خالص، انا عندي جزئيه التسويق، يبدا ان هو لازم يعمل ماركتنج عشان الناس تشتري. اول ما الناس تشتري ويجي له اوردرات يبتدي يكتشف ان هو لو الايتمز مش متخزنه عنده مشكله لوجستيه، لازم ينزل يجيب المنتجات ديت من السبلاير سريعا جدا يوميا، فعنده تكلفه بتاعه ان انا ازاي انزل لم المنتجات دي من السوق كل يوم. وانس لم المنتجات دي من السوق يكتشف ان الله انا محتاج احطها في علب بتاعتي، يبقى عنده كوست بتاع الباكجينج. وانس حط الحاجات في الباكجينج يبتدي عنده كوست الدليفري لو العميل مش دافع الدليفري. وانس وصل الايتمز للعميل يكتشف انه عنده كوست بتاع الفيز بتاعت الدفع عند الاستلام، او كان اوريدي عنده لو كان دافع بكريدت كارد فعنده الكوست بتاع الكريدت كارد بروسيسنج. حلو، وانس ده حصل يبتدي ان هو يكتشف انه الله العميل عايز يرجع الايتم، فانا عندي كوست لوجيستكس الترجيع، او العميل بعد ما سوقت له بيتصل بالتليفون فانا عندي كوست بتاع الكاستمر سيرفيس عشان اقدر اخدم عليه وسيرفيسه. حلو، كل دي كوست مختلفه ممكن تكون مش في دماغ اي حد بيحاول يبدا الاي كوميرس ستور سريعا. الاجابه بتاعت ايه رايك في الموديل بتاع فكهاني، طبعا ان هو كموديل ان انا النهارده عندي العميل عنده، انا متخيل يعني العميل عنده مشكله معينه ان هو بين معين انه مش عارف توصل له فاكهه لحد عنده بطريقه سهله، فاكهه فريش، فاكهه جودتها عاليه وبسعر مناسب. حلو، في النهارده هيبقى فيها ان اي كوميرس ستور يسهل عليه ان انا اطلب الفاكهه تجي لي لحد عندي البيت، تجي لي كل مره فريش، تجي لي بسعر مناسب وهكذا. حلو، في رايي ان هو طبعا انه بيزنس زي كده ممكن يبقى ناجح جدا، بس لازم يبقى فيه الموديل بتاع الريبيت عالي قوي، يعني زي ما اتكلمنا على القنوات المختلفه ديت، هو ده بيزنس از ريبيت بيزنس. ليه؟ لان تكلفه الاستحواذ على عميل واحد غاليه جدا بنسبه الربحيه اللي موجوده في اوردر فاكهه، بمعنى ان ممكن يبقى مثلا عشان اجت تو جيت ا نيو كاستمر هعمل له دعايه اونلاين، في الدعايه ديت ممكن تكلفني لو افترضنا يعني $30 عشان يجي يشتري ايتم، لو قلنا مثلا هو ان انا دافع 300 جنيه فيه هو عشان يعمل اوردر مثلا فاكهه ب 100 جنيه. اوردر الفاكهه اللي ب 100 جنيه ده ممكن يبقى الربحيه فيه لو افترضنا يعني ممكن بعد التوصيل بعد الكلام ده كله بعد كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ممكن تبقى الربحيه في الاوردر ابو 100 جنيه دوت نقول مثلا 25 جنيه، بس انا دافع 300 جنيه عشان اجيبه اصلا وعملت ربحيه في الاوردر بتاعه 25 جنيه، يبقى ايه الفايده؟ الفايده الوحيده ان انا جبت عميل بجد اشترى مني مره ب 100 جنيه، وهدفي الاساسي ان انا احوله لريبيت بزنس، اخليه يشتري مني فاكهه اسبوعيا حلو ب 100 او 200 او 300 جنيه لمده شهر او اثنين، يبتدي يغطي تكاليفه ويبدا يطلع العائد بتاعه ليتر اون. سيم جوز مع اوبر، نفس الموديل، هو بيبقى خسران على كل واحد بينزل الاوبر ابلكيشن في الاول. حلو، ليه؟ لانه هيكسب معاه على المدى الطويل لما يدمن اوبر ويستعمله كتير، فده الموديل بتاعه. لو هو ده الفكر الحقيقي حلو، يبقى ساعتها انا اي ثينك انه هيبقى فيري سكسسفل موديل لو عرف فعلا يبص على المؤشر الاساسي اللي هو ريبيت بزنس، مش بس اوردرز. توظف اوردرز، اوردرز مهمه بس هي دي البدايه بس، ودايما يقولوا جروث النمو يوسلس من غير ريتنشن. يعني ايه؟ انا بحاول اجيب كاستمر عشان اخسر كاستمر، طب ايه الفايده لو مش عارف ابنيهم واستفهم فوق بعض؟ حلو، مهم قوي. انا اجيب كاستمر جديد هايل بنمو حلو، بس لازم القديم يفضل موجود لاما اختفى. كوست بيس برايسنج لوجيستيك سبورت هاي كاش فلو، انا مش
مش فاهم قوي ده. حد بيريبلاي لبلال، بيقول على فكهان يعني، هو كوست بيس برايسنج طبعا حلو، هاي لوجيستكس سبورت وهاي كاش فلو. مش فاهم يعني هو محتاج كاش فلو عالي طبعا، كل الاي كوميرس بيبقى محتاج كاش فلو عشان الحركه دي، عشان انت بتحاسب على المشاريب في الاول، انت بتصرف الاول وبعد كده يبدا يخش العائد في الاخر لما يحصل حته الريبيت بزنس دي بعد كده. حد بيقول طب حضرتك تنصحني بايه مثلا، شركات تسويق ممكن تفيدني اتعلم فيها كويس، ممكن نكتب حاجات. حد كاتب هافي، واحد عنده شركة اي كوميرس وعايز تمويل مني بس بدون ما ابقى شريك، ما هي النسبة المخاطرة كممول او افضل ابقى شريك؟ انا يعني مش هخش في تفاصيل النسبة والمخاطرة وكده، هو انا اللي هقوله لك ان انت قبل ما تموله واحد عنده شركة اي كوميرس لازم تبص على البيزنس موديل بتاعه، لازم تبص على هو هيطلع فلوس ازاي، وبالتالي هيقدر ان هو يبقى ناجح ازاي ماديا في حته برضه، هل هو هيبقى ريبيت بزنس ولا هيبقى عامل ازاي. Please talk about online payment model implementation. حاضر، انا شايف ان مفهوم او تطبيقات شركات الستارت اب في مصر مختلف عن في، لان البيئه العمل والثقافه العامه مختلفه، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ انا اي اجري 100% انه هي مش بس بيئه العمل والثقافه، هي كمان فكره ان انت بتحاول تبني كيان بيحل بين وبروبلم حقيقيه عند كاستمر حقيقي، انت مش بتحاول تعمل سولوشن. الله يا جماعه، في واحد بره عمل ابلكيشن بتعمل 1 2 3 وعمل فلوس كتير قوي، طز فيه. انا الاهم بالنسبه لي في واحد في مصر هنا عميل عنده مشكله مؤرقه، ازاي احلها له؟ هل بنفس الحل بتاع الراجل بتاع بره؟ يبقى خير وبركه. لو مش بنفس الحل طز في الراجل بتاع بره، اللي هيدفع هو العميل بتاعي اللي هنا مش الراجل بتاع بره. وهي دي الغلطه الاساسيه، ان الناس بتروح تبني تكنولوجي بتقلد وخلاص حلو، ويبدا يدور عمل سولوشن زي بتاع بره، ويبدا يدور على بروبلم ليها هنا. محدش عنده يا فندم البروبلم دي، فبالتالي محدش هيدفع ثمنها، محدش هيحاسب عليها، محدش هينفست فيها، ومش هتبقى ناجحه غير لو هي بروبلم بجد. مش بس بروبلم عاديه، لا ده بروبلم مؤلمه بينفل جدا متكرره بتقرفه اهله طول النهار ومكلفه غاليه جدا عليه هو، بالتالي هيموت ويخفيها، عايزها تروح باي شكل من الاشكال. حلو، فمستعد ان هو نفسه يجري وراك عشان بيحاول يحلها. This is the best situation ان اي رائد اعمال موجود، وبالديزاين الطبيعي ان رواد الاعمال المفروض يحاولوا ان هم يحلوا مشاكل الناس. This is هو ده الباشن الحقيقي، لو عرفت تحل مشاكل الناس هيتحول انت بزنس والناس تدفع ثمنه، وهيبقى عندك سهوله ان انت تلاقي عملاء للمختلفين. حد بيقول بادجت وفيزيكال كايروبراكتيكال فيديو سيشنز، اي ثينك ان هو بيتكلم عن حاجه مختلفه شويه. حد بيتكلم بليز توك اباوت اونلاين بيمنت موديل امبلمنتيشن. احمد ممكن توضح شويه، تقصد اونلاين بيمنت موديل امبلمنتيشن ايه؟ يعني انت بتتكلم على ان ايه الاونلاين بيمنتس اللي احنا بننفذها، ولا بتتكلم على ايه ال المودلز المختلفة بتاعت الاونلاين بيمنتس ان احنا تو ميك ماني منها، تقصد ايه فيهم؟ لو انا النهارده اي كوميرس ستور فهركب اونلاين بيمنت عندي، ولا انا النهارده بحاول اعمل اونلاين بيمنت بورتال او سايت؟ وضح لنا بليز. اوكي يا جماعه، طيب عشان ما اخدش من وقتكم كتير، اي ثينك ان احنا اتكلمنا النهارده على مفاهيم مختلفه مهمه جدا، اهمها هي فكره ان احنا نحاول حقيقي تو تشيس البروبلم، يعني مش السولوشن قد ما هي البروبلم والبين الحقيقي اللي عند الكاستمر، ونحاول ان احنا ازاي تو ديزاين موديل بيبريدج الجاب ديت وبيحقق فعلا حلول حقيقيه للناس. وانس عملنا كده نبدا نفكر في القنوات المختلفه ان احنا نتاكد ان الشخص ده يقدر يشوف المنتج، يشوف الخدمه ديت، يدوقها ويجربها حقيقي، وبالتالي يقدر يعمل ترانزاكشن ويشتريها، وبالتالي يقدر ان هو يستعملها كتير. وهي دي القنوات بتاعتنا المختلفه اللي هنقدر ان احنا نوصل بيها القيمه المقترحه او الفاليو بروبوزيشن بتاعتنا. فاينلي
اتكلمنا على how do you make money، ازاي بقى لو عملت الكيان دوت ازاي اقدر ان انا اسعره الاول pricing سواء based على value او based على cost، وثانيا ازاي ان انا اقدر ان انا اوصل له الخدمه ديت. اخيرا اتكلمنا على الموارد المختلفه ان انا احقق القيمه ديت، سواء هي موارد جوايا حاجات عندي resources معينه محتاجه عندي، او resources هجيبها عن طريق شراكات، وفاينلي الكوست بتاعها هيبقى عامل. احمد بيسال السؤال in general for both portal and model for revenue streams. اوكي فينتك، الناس تسال على فينتك. اوكي حلو قوي. سو حد بالنسبه للمودلز المختلفه بتاعه الريفينيو ستريمز لحد زي فاينانشال فينتك او حد بيعمل بيمنت بروسيسنج، في الاغلب بتبقى عن طريق نسبه معينه من المبيعات. ليه؟ لان هو بيبقى حاسس ان هو الكاستمر في الحته ديت فيري فيري برايس سنسيتيف، عنده حساسيه رهيبه للسعر، لان دي حاجه هتركب على دخله، كل نكله بيعملها هيتاخد منها كوميشن معينه، هيتاخد منها نسبه معينه، فبالتالي هتبقى صعبه بالنسبه له ان هو ايه يدفع حاجه كبيره في الاول يعني. سو اي وود ريكومند ان احنا نشتغل على جزئيه الايه البروكرج او الكوميشن فيز لشركه زي كده. طبعا جزء ناجح ان انت تبص على المودلز اللي غيرك منفذها، بالتالي شركات شبيهه، بالتالي ده بيبقى اوريدي الكاستمر نفسه عنده نوعا ما تعود ان this is the way I can pay، I can pay through this، طبيعي يعني ما عنديش مشكله فيه قوي. حلو اوكي يا جماعه. طيب I think ان في سؤال بس اخراني، ايه الادوات اللي ممكن تساعدني في عمل ماركت ريسيرش للبين بوينتس اللي موجوده عند الكاستمر؟ زي ما قلنا في خمس طرق، احنا قلنا ان احنا ممكن نعملها عن طريق ان احنا نعمل انترفيوهات مع الكاستمرز، ممكن نعملها عن طريق ان احنا ندور على داتا اونلاين، واديت لكم مثال الجوجل كيورد بلانر، ممكن نعملها عن طريق ان احنا بنعمل انترفيوز، بنعمل بنتبع العميل زي الجاسوس كده ونشوف تفاعلاته عامله ازاي، ممكن نعملها عن طريق ان احنا نحتال شخصيه العميل، نقول نكلم البيزنس المختلفه ونعمل نفسنا عميل ونشوف والله البين دوت حل ولا لا. والطريقه الاخرانيه هي عن طريق ان احنا نعملها بالشراكه مع عميل اصلا، ان احنا نحاول نقول له والله انت عندك مشكله، طب تعالى نحاول ندرس شويه ازاي نقدر نحلها، ونلاقي ان الله ده مفيش حد بيحلها، مفيش طريقه انها تتحل، وهو دي خطوات الصح لعمل ماركت ريسيرش انا في رايي يعني لحاجه زي كده. anyway يا جماعه يعني سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده، واتمنى ان الموضوع كان مفيد وساعدنا ان احنا ناخد خطوه لقدام في حته الديزاين بتاع النموذج العمل بتاعنا او البيزنس موديل بتاعنا، وان احنا نستجيب كونسبتس مختلفه ونشوف امثله مختلفه للتصميم دوت. انا يعني حابب جدا كل الكومنتس اللي انا شايفها بصراحه والتفاعل يعني، واتمنى اشوفكم قريب، وان شاء الله تجوين رايز اب يعني في سيريز كتيره مختلفه وسلسله تانية مع ناس تانية كتير. متشكر ليكم قوي ونورتونا يعني. ثانك يو يا جماعه، اشوفكم على خير، بي اند ستي سيف لو سمحت.